اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بيطلب الساعه الكامله لمباراته مع حرس الحدود اللي هتبقى يوم الاربعاء ان شاء الله في استاد القاهره، خاصه انها مباراه استلام الاهلي درع الدوري المفقود، الدرع الغاب عن احضان الجزيره للموسمين اللي فاتوا. الاهلي بيسترده السنه دي، واسترداد الحقيقه استرداد الجداره الكامله، لانه ما يحققه الاهلي من انتصارات هذا الموسم بيخليه بيقترب من رقم قياسي في تاريخ المسابقة. الأهلي دلوقتي بيطمح أنه يصل للنقطة 90 في حال فوزه بالثلاث مباريات المتبقية، اللي هي هتبقى إن شاء الله يوم الاثنين مع حرس الحدود، ثم الأربع مع بيراميدز، ثم الحد مع المصري. التسع نقاط تصل ببطل الدوري للنقطة 90. الرقم القياسي المسجل في عدد النقاط في المسابقة كان للأهلي ب 89 نقطة، فواضح انه مارسيل كولر بيطمح في رقم اعجازي يكون غير مسبوق في تاريخ المسابقه اللي بدات من 1948. الساعه الكامله يوم الاثنين في الاربع تم الاستجابه، هو الاهلي طلب لسه، هو الاهلي طلب وكولر طلب، واصلها هي معموله ان هي دي هيبقى ليله الاحتفال. فهو مش عايز يحرم جماهير الاهلي من التمتع، وهتبقى يوم مع حرس الحدود، الفريقين موقفهم محسوم، لا يتنافس على شيء، ده توج وده هبط.